السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكملوا إلى السويت ديال الاكزرسيس ديالنا. أول حاجة هذا هو الاكزرسيس ديالنا اللي شفناه، ديال التمرين اللي طلب منا أننا نقوم بعملية نقوم بكالكيل بحساب حساب الكاري ديال واحد العدد معين. هذا هو الاكزرسيس اللي شفناه في الدرس السابق. ما علينا، درت لكم واحد البروجيكسيون ديال هاد الاكزرسيس في لونغاس سي باش تزيد توضح لكم الصورة. هذا هو اول كود سورس، يعني المبرمج يبغى يبرمج البرنامج اللي طلبوا منا في مشات. يعني المبرمج يبغى يبرمج البرنامج اللي طلبوا منه في الاكزرسيس. هكا البرمجه ديالو في لونغ سي، هكا كيبرمج المبرمج. درت تقريبا نفس الخطوات، فاريابل خليتهم جوج، نومبر و كاري، برنت اف اللي هي اكرير، سكان اف اللي هي دير. هذه برنت اف يعني خلي واحد الفراغ ما بين السطر الاول والثاني، دي فراغ، هذا بمعنى فراغ. عطيت الكاري كيساوي افكتيت الكاري ام بي فو ام بي، برانش اف اللي هي اكرير سون كاري اي، تعوض كاري بالقيمه ديالها اللي خداها هاد سكان اف يعني الليل. كيف ما قلت لكم هناك توضح لكم الصوره اكثر، كيف ما قلت لكم ان الالغوريثم ماشي لغه برمجه، هي واحد اللغه انها كتخليك تفهم المنطق ديال لغات البرمجه. يعني لغات البرمجه كتعتمد عليها، يعني مثلا اكرير عندك في الالغوريثم باش تشي لغه، مثلا لغه السي اللي عندنا اكرير هي برنت اف، انت البرنسيب فاهم ديجا، يعني الطريقه باش تبروغرامي فاهم، كيبقاو غير التغيير ديال الكلمات. هذاك التغيير ديال الكلمات كل لغه برمجيه عندها الكلمات ديالها اللي كتستعملها. هادشي علاش حنا كنقراو الالغوريثم باش نفهمو هاديك المونطاليتي ديال البرمجة، كيفاش المونطاليتي ديال كيفاش الناس كيبرمجو البرامج، هاديك المونطاليتي كنشدوها هنايا كنفهموها بالالغوريثم. هادشي علاش حنا كنقراو الالغوريثم. لا علينا، المهم هذا هو شكلو كود سورس، يعني مو كتابة البرنامج في لغة السي. كنديرو الكومبيلاسيون، نديرو له الكومبيلاسيون. المهم نفسه، هذا نفسه اها سيسا، هذا هو البرنامج اللي خرج لنا من هذا، هو البرنامج اللي كيستعمل المستعمل. كنشوفو ندخلو له، هذا هو البرنامج. دابا انا صايبت واحد البرنامج بلغة السي، صايبتو حيت طلبوه مني في التمرين. بما انني صايبتو ها هو البرنامج خرج ليا. البرنامج هو اللي كيستعملو الشخص اللي محتاج هذاك البرنامج، يعني المستعمل. ندخل له مثلا، انا دخلت له نعطيه اي رقم. دابا انا مستعمل باغي برنامج كيقوم بحساب بالكاري، هو هذا انا صايبته، انا دخلت له عادي في بالكمبيوتر ديالي مثلا، عطيته 9 يقول لي لو كاري اي 81، صافي سيتو. هذا هو وظيفة البرنامج، هو البرنامج قام بوظيفته وقام بوظيفته بكل سهولة. مثلا عطيته 4 غادي يعطيني 16، سيتو وظيفته هي صايبها. الشي اللي طمنا في التمرين ان كات صايب لنا برنامج يحسب لنا لوكاري، غير هو ما قالهالكش بلغه السي، قبل بالالغوريثم. كما قلت لكم الالغوريثم ما كانش ماشي لغه برمجيه، انا درت اسقاط ديال هذا الشيء على لونغ سي باش ندير لكم برنامج واقعي تشوفوه بعينيكم وتشوفوا كيفاش المستعمل كيدير يخدم به. مثلا 36 كتبنا تقولوا سمعتوا مزيان الدرس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.